نفس ال في ثلاثة حركات لحنية، ثلاثة مواضع أصابع. الوضعية الأولى نعاودها وعيدها، جلسة على جنب على الكردان على الوتر المطلق. الوضعية الثانية يكون صعبة شوية، هذه نجم نتنقل للوتر الموالي. الوتر الثاني او نخلي الاصبع بتاعي على الوضعيه الثانيه، وتر بونيدو معفوقه معاش وتر مطلق، بدل وتر مطلق فن وتر معفوق. الطريقة هذه بين الوتر الأول والثاني والثالث والرابع. جنس نهوي الكردان باش ناخذ الوضعية الأولى نصف بعد ثم بعد، باش نستعملوا الحركة هذه اللحنية، الوتر الأول الإصبع الأول الثاني الثالث سبابة وسطى خنصر. خنصر. مع استعمال اليد اليمنى صد رد. الوتر الموالي نفس الشيء، على جميع الأوتار كرر نفس التمرين نفس الصورة، عبارة على خريطة. هذه في النهاوند. طيب تو ناخذ في الكرت. نفس الجملة هذه نحولوا على نجمة الصوت كوردي نوا محمديش برشنة هذه محمدها هكا بعد 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 أو بعد 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 عن الصور حضروا لها. تعتمد على الجملة كيف بتنعزف الموالي. الجملة الموالية الصوت الموالي حسب الجملة حسب الجملة إذا حد إذا حد الصول. الطريقة الأولى. جميلة. أوتار مطلقة. نبدأ صد صد. صد اب 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 صد ثم داو نفس التمرين عودوه بالعكس رد صد رد عوض الصد يتعمل
داو اب داو العكس. مش تبدا نفس القوه كسرت كرت كسرت كرت. في تمارين ثانيه للريشه؟ في عندنا كثيره تمارين برشا. تفضل قول. بين الاصوات مثلا ناخذ جنس رست عدو. مرة تبدأ الجملة بالصد تبدأ الجملة مرد تتعود على الصد والرد ما عادش فيها مشكلة أي جملة سريعة تشم تعزفها. طيب في مشكلة عند الناس كثير اللي هو التريمل اللي هو الفرداش والرش، كيف يبتدون فيه؟ هو صد ورد صد ورد سرعوه سرعوه واليد تكون خفيفة مش متعصبة خفيفة ما فيهاش توتر يعني. تبدأ مع الطالب صد رد نسرع في القريب. الفرداش تريمولو نجم نبدوه بالصد او العكس او بالرد. بس في ناس يحبونه دائما بالرد. والاحسن يستعمل من الاثنين. مش تبقى كيما الصد كيما الرد القوه ما عادش يلقى مشكله حتى في قلبين الريشه. يقولوا قلبين الريشه صعبه ما يلقاش مشكلة في التمرين الأولى. صد يبدأ بالصد فرداش واو فرداش بالرد. ثم بين وترين صد ورد تريولية بالإكزامبل مثلا تريولية ثلاثية. تمشي ثلاثة هي في بعض الأحيان لكن كبداية نعملوها صدرت صدرت كانت صد كانت في نفس القوة. فهمت قصدك.